بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة وفي برقيته أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تآلف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي